هذا وقد غادر وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أنقرة صباح اليوم متوجها إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن ليرأس وفد مصر المشارك في القمة العالمية للمناخ بتكليف من الرئيس حسني مبارك. وقبيل مغادرته أنقرة التقى أبو الغيط مع نظيره التركي أحمد داود أغلو، حيث تم التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث قضايا التعاون الثنائي والتنسيق المصري التركي في كافة المحافل.